يقول السائل: ما حكم تصوير الأطفال الصغار على فيديو الجوال؟ تصوير لا يجوز في أي وسيلة، لا بالفيديو ولا بغيره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. فلا يجوز التصوير إلا عند الضرورة، لأجل بطاقة الشخصية أو جواز السفر، فهذه للضرورة يجوز التصوير، ما هو لحب للصورة ولا للتصوير، إنما لأجل الضرورة فقط. أما التصوير للذكريات، التصوير للفن، كل هذا حرام ولا يجوز. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. تعليق الصور أشد على الجدران، هي خطورة، يؤول إلى الشرك في المستقبل.